يا الهمال دي، كيف العيل حاطين الألعاب على السرير؟ قال لك اتجوز البيت يبقى مرتب. اجل ايه يا كبير؟ لا طب ببالك ولا ايه يا طخو؟ لا يا كبير ده طقم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، كنت هتوخك بالغلط. خايف عليا يا كبير؟ حنين. خايف اخد فيك تعبيدة ولا ليه؟ انا هطلع منك كيف الشعر من العجين. راجل صعيدي كلاسيكي داخل اوضة نومه لقيه اخطبوط قتله، عادي دفاع عن النفس. وهون عليك خرب بيتك، حتوديني بداية. بس ما تنكرش ان الطقم عجبك يا كبير. بو 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 ايه بو بو دي؟ اغراء تحت الماء. ودي رجل على رجل ولا ايد على ايد ولا ايه ده؟ ايه ده؟ يا كبير ايه يا كبير؟ مين اللي شار عليك الشورة المهببة دي؟ انا قريت من على النت من على صفحة نورة الأمورة، كانت منزلة بوست كاتبة فيه كيف تسعدين زوجك في 27 خطوة. 27؟ 27 خطوة عشان تسعدي جوزك؟ ايه؟ ايه؟ ايه يا كبير؟ في ايه؟ في حاجة ماشية على وشك. استنى يا كبير، دي حلزوني. حلزوني؟ أنت اللي حطاها؟ أيوة أنا اللي حطاها، أصل قريت على النت على صفحة نورة الأمورة، كانت كاتبة بوست كاتبة فيه كيف تعالجين بشرتك في 27 خطوة. 27 خطوة؟ ثاني 27؟ وحكاية 27 معاها؟ مالها طويل قوي الولية دي؟ ودي الخطوة كاملة كده؟ دي الخطوة الثانية. أمال السادسة تبقى إيه؟ هنجيبوا سيد قصة يلحس وشك. هو أنت معوزني جميلة يا كبير؟ يا ولية، يا ولية جميلة، عاوزك جميلة، بس أنت كده شبه المدوسة. إيه المدوسة دي؟ كائن أسطوري، هبقى أوريهولك من على النت. تبقى مرة سعرانة كده وراسها كلها تعابين. بس 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 استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. بقول لك إيه؟ إيه؟ قومي قومي اعملي لي أي حاجة، أندومي قومي اعملي لي أي حاجة، والبسي أي رب رب طبيعي، قميص كروهات وبنطلون وكسر ولا أي كلسون من عندي. قومي قومي اعملي لي أي حاجة كلها، يلا يلا. حاضر يا كبير، عيني. عقبال ما تجهز لك العشاء تكون أنت أخذت مسج القراميط. قراميط إيه؟ أصلاً سددت بلعت البانيو ومليتها مية وحطيت فيها 3 قراميط. بيعملوا إيه 3 قراميط في البانيو؟ بيشحنوا طاقة. القرموط هيشحن طاقة؟ أصلاً قريت من على النت على صفحة نورة الأمورة، كانت كاتبة بوست بتتكلم فيه عن فوائد المساج بسمكة الرعيدة اللي بتدي يعني كهرباء دي، فأنا ما لقيتش سمكة الرعيدة، لقيت شبهها القرموط، فجبت 3 قراميط وحطيتهم في البانيو ووصلت سلك الغسالة. كهربة المية؟ ايوه. اللي انا هنزل فيها؟ ايوه. دي 220 فولت بس. انت هتكهربي الكبير، الكبير اللي هيمسك الناس كلها تسلك عريان. ها هيموت وهو عريان ومكهرب وبحط له 3 قراميط. يبين انه هبقى مرار طافح. ولا يوم من ايام العزوبيه. والله انت تقليدي ومحبط وما فيش حاجه عجباك. تفضلي يا ولي قومي، الوكل في اقل من دقيقه. حاضر. محلاكي يا اخطبوطه لما الكابر يخش مكياجه مظبوطه يا جيل كبير يغش. قش القط. ايه يا كبير، يا كبير قش القط لما يكون سواق واعمى.
بق 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 ما تبقبقيش ما تبقبقيش ما تبقبقيش بق 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 شفتي اللفه دي؟ شفتيها؟ قسما بالله لو تكرر الكلام ده مره تانية الفك باللحافك ده وانساك بقطر يكون حيخزن في سوهاج سوهاج يقطع النت عن النت تعال عينك تشوف عليه.